أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال لي بعض طلاب العلم بأن الدعاء إذا كان لنفسك لا يجوز تعليقه بالمشيئة، أما إذا كان لغيرك فإنه يجوز أن تعلقه بالمشيئة، واستدل بحديث طهور إن شاء الله. هذا من عنده الكلام، ذا من عنده، هو بكلام أهل العلم، ما يعلق الدعاء بالمشيئة لا لك ولا لغيرك. من أين جاب هالتفصيل هذا؟ طهور إن شاء الله هذا ما هو بدعاء، هل من باب التفاؤل والإخبار فقط، ما هو بدعاء. نعم.